لكن زيارة الأهلي لمحافظة أسوان كان ليها مكاسب كتيرة جدا جوه الملعب وبره الملعب. طبعا لو فاكرين في الحلقة اللي فاتت قلت لحضراتكم إن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأسطورة الأهلي طبعا وأسطورة الكرة العربية والأفريقية هيزور مع وفد من النادي الأهلي مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب، وده جزء من المسؤولية المجتمعية للنادي الأهلي ورموز النادي الأهلي وعلى رأسها طبعا الكابتن محمود الخطيب اللي كان بيحاول في كل مناسبة بما له من شعبية طبعا وجماهيرية وحب في قلوب الشعب المصري كله وجمهور القدم وجمهور كرة القدم المصرية طبعا وجمهور الأهلي بشكل خاص إنه يدعم كل النماذج المحترمة في المجتمع المصري، ومفيش أجمل ولا أفضل من مشروع الدكتور مجدي يعقوب الحقيقة يعني، ومركز دكتور مجدي يعقوب للقلب في أسوان لزيارة زي دي. الزيارة كانت رائعة وكان فيها كلمات مهمة من الكابتن محمود الخطيب وكمان من دكتور مجدي يعقوب، ودي تأكيد على دور الأهلي المجتمعي. كمان زيارة الكابتن محمود الخطيب لمحافظ أسوان ولقاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والترويج للمحافظة وأثرها ودعم السياحة فيها كمان. لكن كمان مش هنسى مشهد أهل أسوان نفسهم واستقبالهم لبعثة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، واحد من المشاهد اللي رجعتنا كده للزمن الجميل وفكرتنا بأيام جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي لما بيروح المحافظات في كل مكان في مصر. زي ما حضراتكم شايفين جمهور أسوان كان شكله مميز جدا. أنا من محبي مدينة أسوان طبعا، ويعني أعلم جيدا مدى عشق مدى يعني طبعا ما فيش حد في مصر ما بيحبش أسوان، وأعلم مدى عشق جمهور أسوان للنادي الأهلي. النادي الأهلي ليه مش محتاج جمهور يتنقل من محافظة لمحافظة، لا ده النادي الأهلي ليه في كل محافظة جمهور، وجمهور النادي الأهلي في أسوان كان مستني يوم ما النادي الأهلي يجي. طبعا المشاهد اللي احنا بنشوفها دي كلها في عشق النادي الأهلي من أسوان. زي ما حضراتكم عارفين الجمهور كان في كل حتة، الجمهور كان في الشارع وفي المدرج وعلى البيوت، حتى يعني أقول لك على إيه، في المراكب اللي على النيل كان فيها جمهور للنادي الأهلي. ده شعبية النادي الأهلي، ده عشق الجمهور في جنوب مصر للنادي الأهلي يعني. وقيمة الأهلي طبعا وقيمة الرياضة المصرية لما يبقى عندك الجمهور بالشكل ده وبالتحضر ده، أنا من عشاق وكل المصريين طبعا من عشاق الحبيبة أسوان. أعلم جيدا مدى عشق جمهور النادي الأهلي لأسوان، لأني طبعا صديقي الشعراوي أحد كبار مشجعي النادي الأهلي يعني، وواحد من النوبيين الجمال، أنا بحب أسوان جدا طبعا، لكن أنا عليا صداقات مع الناس في أسوان وعارف جيدا إزاي الناس دي بتحب النادي الأهلي حقيقي يعني. الماتش كمان كان حلو قوي، وجود الجماهير في الملعب أثرت على الأداء جدا. اللعيبة حبت إن هي تبقى الحماس بتاعها زيادة مع الجماهير، أدينا بنشوف الأهداف مع حضراتكم أهو. الأداء بيتأثر جدا 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 بالجمهور، الأداء بيتأثر بوجود جمهور وبيتأثر بالحماس بتاع الجمهور في الملعب. حسين الشحات طبعا من اللي تألقوا في الملعب، الأحرز طبعا صنع 3 أهداف وهو مان اوف ذا ماتش يعني. كل اللعيبة الحقيقة يعني كان ليهم دور كبير ومستواهم كان عالي جدا في المباراة دي. حتى القندوسي اللي نزل برضو باين من لمسته ان هو لعيب ممتاز ولعيب هايل. اللعيبة كلها كان عندها روح العودة للانتصارات تاني بعد هزيمة الهلال. اللعيبة كلها عايزة تبين للناس ان احنا نستحق الصدارة. النادي الاهلي غايب، خلي بالكم بقاله فترة، النادي الاهلي غايب فترة عن الدوري المصري ولا يزال محتفظ بالصدارة وبيرجع بيفرق بالصدارة، وده كان افضل استعداد الحقيقة لقاء سان داونز يعني. لقاء سان داونز زي ما حضراتكم عارفين ليه حسابات خاصة جدا، خصوصا ان المرة دي بطولة افريقيا مش سهلة والوصول للنهائي مش سهل كالعادة يعني، لكن النادي الاهلي متعود على ده يعني. زي ما حضراتكم عارفين دي الاستعدادات الدايمة للنادي الأهلي. ماتش أسوان كان ماتش مهم جدا واستعدنا فيه بشكل جيد جدا للقاء أسوان.